أيتها الطالبات، أيها طلاب الحضور الكرام، سيد المدير كل باسمه ومقامه، حضورنا الكرام الأستاذ عمر وادخل، الأستاذ حضار، الأستاذ هواري قدار، كل باسمه ومقامه، تمرنا مع احتفائنا بالأعياد الوطنية المخلدة لثورتنا التحريرية. الشهيد لم يمت ما دام أن هناك أجيال تحتفل بذكراه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تنظيم فعاليات اليوم الوطني يوم الشهيد ارتقى الثانوية محمد بن عثمان الكبير بولاية وهران بالضبط وتحت الرعاية السامية للنادي الثقافي هيستوري كلوب وهو إحياء الذاكرة. شاركنا بمجموعة من الأنشطة الثقافية بينها عدة مسرحيات، كذلك عدة أناشيد وطنية، كذلك بحضور باقة من الفنانين والمعروفين على الساحة الفنية والعلمية والثقافية على رأسهم الأستاذ محمد حبار وكذلك الأستاذ عمر واطفل، الكاتب والشاعر مهاجي محمد. على حضور نشكركم كلكم كل باسمه وكل بمقامه على حضوركم، تحية شكر وإجلال لكل من ساهم ولو بدينار، وتحية شكر وتقدير إلى سيدة المديرة التي ساهمت معنويا وماديا لإحياء هذه الفعالية، شكرا لكل من ساهم ولو بدينار. على النبي من أفضل المصطفى والوله والتابعين، جد سعداء اليوم باحتضان احتفالية يوم الشهيد الوطني المصادفة للثاني عشر من شهر فبراير. لم تفوت ثانوية محمد بن عثمان الكبير هذا اليوم وأحيته من خلال مجموعة من النشاطات قدمها تلامذتها، يعني لإحياء هذه الذكرى وربط الماضي بالحاضر والمستقبل. كما أيضا تخلل عن حضور العديد من أساتذة التاريخ والإطارات الوطنية، الشكر موصول لأجل اليوم لينا شرف كبير باللي حضرنا مع خوتنا هنايا يوم الشهيد، وهذا الشهيد يشتهي الأكثر، والشهداء ضحوا على هذه البلاد، وكيشوف الشباب كيما هكا تعرف باللي الجزائر مازال راهي على خير، ولا يخلينا الشباب تاعنا وان شاء الله يردوا المشعل ويكونوا كيما يقول لك هما مستقبل البلاد، وتحيه الجزائر والله يرحم الشهداء. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نشكر السيدة المديرة على الاستضافة وفي هذه التظاهرة العلمية بمناسبة يوم الشهيد 18 فبراير. نشكر التلاميذ على المجهودات الجبارة في تقديم النشاطات العلمية، وتقدم بشكري الخاص لابني أيمن، ونتمنى للتلاميذ تاعنا نتمنى لهم النجاح في الجزائر وقلوب شهدائنا الأبرار. منقوش.